علماء المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين. جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي من علماء العرب المسلمين، عاش في مدينة بغداد، واستمرت فترة حياته تقريبا من عام 721 إلى عام 815، ويعد له تأسيس وظهور علم الكيمياء التجريبي. وقد انتقلت عدة مصطلحات علمية من أبحاث جابر العربية إلى اللغات الأوروبية عن طريق اللغة اللاتينية التي ترجمت أبحاثه إليها، وعرف باسم جابر أو يابر. ينسب له اختراعه لعدد من الحوامض وتحضيرها، ومنها حمض الكبريتيك وسماه زيت الزاج. وقد بلغ مجموع ما نسب إلى ابن حيان من مساهمات ما يقرب من 3000 مخطوطة، حيث تمكن من استنتاج مجموعة من المعلومات حول الكيمياء عن طريق التجارب والقراءة التي ساعدته على الحصول إلى العديد من الاكتشافات في مجال الكيمياء، مما أدى إلى حصوله على العديد من الألقاب والمسميات مثل أبو الكيمياء والكيمياء جابر وشيخ الكيميائيين، وكما وبرع في علوم الفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة.